ليقبح بالفتى فعل التصاب وأقبح منه شيخ قد تفتى فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا فلو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا. يقول لو تبكي دما لا أقول لك قد أمنتا. لو تبكي دما لا أقول لك قد أمنتا، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه في هذه الدنيا. صحيح البكاء من خشية الله تبارك وتعالى شيء طيب ويقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن يبقى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله. نعم. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. هذا يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العيب بالنفس. ما يصير الإنسان يعظ الناس وهو غارق في المعاصي أبدا، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ما يصلح هذا أبدا. لكن الإنسان عندما يعظ الناس يجب عليه أيضا أن يعظ نفسه. نعم.